يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الجن لا يدخلون في الإنس، وأن المس غير الدخول، فهل هؤلاء لهم علاقة بالفلسفة؟ وهل هناك فرق بين المس والدخول كما يزعمون؟ هذا من الجهل، ولا فرق بين المس والدخول. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فما هو بهذا مس ودخول؟ فهؤلاء كما قال الله جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لما لم تدركه عقولهم كذبوه. والواجب على المسلم أنه لا يدخل في هذه الأمور، بل يثبت ما جاء في الكتاب والسنة ولا يزيد على هذا. وقد جاء في الكتاب والسنة أن الجن يداخلون الإنس ويخبلونه. واللي يقول هناك فرق بين المس والدخول، من أين جاب الفرق هذا؟ من عنده أو من تصوره؟ ما جاء به أهل العلم، بل فسروا المس بأنه دخول الجن بالإنس وتخبيله وملاطفته. نعم.